انت اكيد مالك جاي لتحاكيني عن الماضي، قول شو بدك وخلصني. ماضي معك هو حاضر ومستقبل، ما عندي شيء تاني اقوله. انت معلمها لدونا صح؟ مشان هيك طلعت قليلة أصل وبلا أخلاق. قال دق المي وهي مي. تعرف شو مشكلتك ملحم؟ تعتقد إنك سابق كل الخلق بخطوة. تعرف مين أشحش ذكي؟ اللي بفكر حاله أذكى واحد بالعالم. اسمعوا لك، زين كلامك وعرف شو عم تحكي. قد ما تكون شاطر بيتقى اللي هو أشطر منك. خود احضر هالفيديو وركز فيه منيح، بس انتبه، نحن رصاصة عنا بتقتل بني آدم، مش غلبة ولعب أولاد مثل اللي عندك. بنفس القبر اللي حفرته أنت بإيديك. أمير، هدول سبقونا وصفوا ميلاد وجثته بنفس الحفرة اللي حفرناها، لازم اطالعها مباشرة. يا معلم ليكني وصلت. شكو راحت علينا، الأمن سبقونا وأخذوها للجسة. معلم لازم ناخذ الفيديو بأي طريقة، لأنه إذا سلموه للشرطة بنكون رحنا فيها. شايفتك هادي ورايق، ما كأنه صار شي اليوم. بيقولوا اللي بده يلاعب القط بده يلقى ميشو. نحن بشغلنا يا قطة في هامش للربح والخسارة، يعني اللي صار عادي عادي. ما أنت اللي بتقرر إذا كان عادي ولا لا. كأنك عم تحكي وانت واثقة من نفسك وصوتك بده يعلى. صح ولا أنا عم بسمع غلط يا شباب؟ كلمة ورد غطاها. من تحت راسك خسرنا بضاعة بهيديك الحسبة، ومثل الشاطر بدك تعودنا عن خسارتنا. لا أنا رح أقلك كلمة ورد غطاها، أنت ما إلك عندي شيء، وهذا الحكي مو بس إلك، للي مشغلينك كمان. هيدا آخر حكي؟ هذا أول الحكي وآخره. إيه والله لو بتعرف شو في معي، صوتك هيدا ما بيسترجي يعلى. فكرك شريكتي. مثل ما قلت، يلي بده يلعب مع القط بده يتحمل خراميشه. هلا مثل الشاطر عودنا خسارتنا، يا روح دبر راسك مع الدولة بعد ما سلمون الفيديو. لا أنا في عندي إلك عرض أحسن من هذا.
أنا قلبي كبير وبيسع النسوان الحلوين والأخبياء اللي مثلك. احكي مع امك، مشغول بال عليك. حاكيها وطمنها. طول بالك لا تضوج. عم بسألك مين اللي مات؟ قتلته تما يفضح حميلك. لا تضوج سيادة العميد، لسا كل شغلة بتلزقها بظهري. بعدين ما بحق لك تتهمني وانت ما عندك دليل، صح؟ كمشنا ظلمتك ورح تسمع اعترافاته بدينتك. ايه شو علي؟ بنسمع نسمع سيدنا. دخلكم قلتوا له للعميد من إخبارية الكازينو؟ لقيت له بس مرد. سليم رد عليك؟ لا والله ما عم برد. ساعتها بنمشي وأنا بتحمل المسؤولية. حاضر. يلا. مين الأخ سيدنا؟ بطلت تعرف زلمك هلا؟ الله يخلي لي إياك، مو كل حدا عطال بطال تلزقوا فيه. عمي، أنت بتعرفني شي؟ شايفني شي؟ ما حصل لي الشرف. ليك وليه؟ 10 مثل حكايتك بمرقهم تحت باطي. بدك تعترف إنه هو اللي بعتك ولا شو؟ لا بعرفه ولا بحياتي شفته. لكن ليش قتلت بلال؟ حساب قديم وصفيته ومني ندمان بالمرة. خذوه. ايه سيادة العميد، بقدر انا امشي.